ونادر وألف آخرون يواظبون على الالتحاق بكتيبتهم كل يوم، ينظمون المرور ويحمون المدينة، لكنهم لا يتلقون راتبا. 95% شباب عاطلين عن العمل، ولساعة الآن يشتغلوا قاعدين بمجهودات ذاتية، ما عندهمش أي منح من الوزارة، ما عندهمش أي مرتبات، ما فيش حوافز ترفع لهم من معنوياتهم. ثمة من هو أسوأ حالة. حسام أصيب في معركة طاحنة، قطع علاجه في اليونان وعاد أدراجه مستعجلة، فأسرته على وشك التشرد إن لم يجد لها بيتا. وضع مزري، وضع تعب جدا، يعني تهميش كبير صاير. في حمأة ما يصفونه بالغبن يتذكرون من قضى في جبهة القتال. هنا تعيش أسرة الكتلي، قتل في معركة طرابلس. معاناة الأسرة مزدوجة من قلة ذات اليد ومن ظلم ذوي القربى حسب وصفها. نتمنوه انه يشبحوا للناس، للجميع يعني، اللي توفوا تو هالصغار يبوا وين يسكنوا، يبوا وين كذا، يبوا رواتبهم، يبوا هذا اللي نطلبوه من الدولة. تلك بعض من قصص كثيرة تعج بها ليبيا، ففي كل بيت جريح او قتيل او مفقود. الحكومة أعلنت عن برنامج بمليارات الدولارات لتأهيل وتدريب الثوار ورعاية أسر الضحايا. واجهتنا صعوبة كبيرة في هذا الملف، وهي عدم حصر أو وجود قاعدة بيانات كاملة لأسر الشهداء. نحن الآن بدينا في وضع قاعدة بيانات وإحصائيات لأسر الشهداء. عند اكتمال عملية الحصر سيتم بدء الصرف، ولكن نحن ليس هدفنا هو هذه المنح فقط لدعم أسر الشهداء. نحن كوزارة سنعتني أو نقدم رعاية كاملة لأسر الشهداء. تحت في طرابلس.